بالتأكيد يعني تعتمد نبيل على اللاعب وما يعني يمتلكه من يعني سواء كانت عروض خارجية أو عروض في نفس الدوري اللي كانوا يلعبون فيه. إذا تقصد على اللاعبين مارتن وغيوان فهم كانوا متواجدين في الدوري السويدي، غيوان أعتقد في الدرجة الثانية وفريقه هبط أصلاً، وبالتالي يحتاج أن يكون متواجد مع فريق أعلى من القيمة اللي موجود فيها، خصوصاً وهو لاعب منتخب وطني. بالنسبة لي شخصياً يعني ما شاهدت تظهر بالمستوى اللي يأهله أن يكون متواجد بقوة بالمنتخب الوطني، لكن لاعب يمتلك بعض الأمور. ممكن بتواجده بالدوري العراقي تحت ضغط جمهورنا الكبير مع دورينا اللي بدأ يتطور نوعاً ما. أنا عندي كثير من الملاحظات على الدوري، سيقول لك كان نجيب يحكي على الدوري هسه يقول هذول جوي عادي، لكن انا عندي مساله شخصيه اقولها دائما انه اللاعب هو اللي يعرف شلون يطور نفسه، هو اللي يعرف شلون يحافظ على نفسه، هو اللي يعرف شلون يشتغل على النقوصات اللي عنده حتى لو كان برا. الفرق برا هناك مدربين اخصائيين يستكشفوا لك ما تمتلكه من ايجابيات وسلبيات ويشتغلوا لك عليها. احنا عندنا بالداخل لا، لازم انت تعمل وانت تطور نفسك اكثر، لان وقت تمريننا دائما قليل، وهذا ما عقبت عليه دائما في كثير من لقاءاتي، انه احنا لاعبنا في الدوري المحلي لا يتمرن بنسبه كافيه حتى يتطور بمستوى اعلى واعلى. وبالتالي اعتقد احنا اليوم دورينا دي يتحسن، يعني من الموسم الماضي دورينا بدا يتحسن على مستوى كابتن النقل، على اركان مستوى اللاعب ما نعم يتطور هو السبب لو سبب اليوم ادارات الانديه الكادر التدريبي؟ يعني معقوله اليوم اذا الكادر التدريبي يقول له انه واحدتين تدريبيه، معقول اللاعب ما يقبل يرفض كابتن أركان؟ لا اكيد هو يعني جايك بالكلام، هو السبب الرئيسي هو المدربين. المدربين ما عندنا مدرب بالعراق يمكن قلائل، واحد او اثنين يدربون يعني صباحي ومسائي، وهو هذا الشيء طبيعي في كرة قدم. بعض الدوريات يمرنون 3 وحدات تدريبية في مراحل الاعداد، لكن في مراحل المنافسات على الاقل يجب ان تكون هناك 3 ايام او 4 ايام قبل المباراة هي تمارين صباحي ومسائي. هي لا تعني الشدة العالية بالتمرين، ولكن بها كثير من الأمور اللي يجب أن يعملون عليها. في دورينا للأسف مسألة الاهتمام بهذا الجانب مفقودة، وهذا معروف، يعني سببها إدارات الأندية، سببها أيضا إحنا، سبب اللاعب من بدايته هو ما تأسس بشكل صحيح وتمرين وشدة تمرين تخليه من يوصل لهذا العمر يقدر يتمرن صبح وعصر. لذلك من يجون المدربين الاجانب ويشتغلون معانا الشغل الصحيح تطلع الاصابات، تطلع المشاكل، تطلع الجهد، تشوف لاعبنا ما يقدر يواكب نفس هذا الاسلوب. لذلك اليوم كاساس من ضمن خطه مالته في 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 تطوير منتخبنا هي النقاش مع الانديه والجلوس مع مدربين تتوقع الانديه كلها المدربين في راح دورينا. يتقبلون انه كاساس يتحدث وياهم ويقدم نصائح؟ هو نبيل هو مو موضوع اي نصائح مثل ما تفضلت، هي هو مو موضوع فرض، البعض ما هو يتقبل. كابتن اركان انت تعرف اليوم النفسيات اللي ما الموجوده، يتقبل هو نفسه اللي دي يطلع يتفلسف علينا البعض من عندهم وينتقدون ويسوون، وهم انديتهم يعني يرثى لها حالها، اللي خسران لها 6 مباريات واللي متذيل الترتيب واللي ما عنده فريق، ويطلعون يتفلسفون وما يقبلون يتطورون من مدرب اجنبي وكادر كامل كان يعمل في منتخب اسبانيا. فلذلك يعني هيك اشخاص من الصعب انه تتعامل معاهم، يعني هم اللي راح يخسرون مو كاساس. كاساس ممكن يظل يعمل والرجل جاي كم سنه ويطلع، هم اللي راح يخسرون لان ما راح يتطورون ترى. والمدربين كثير من عندهم انكشفوا نبيل، يعني هاي اول مره احكيها، كثير من المدربين انكشفوا انه هم مدربين لا يصلحون لان يدربوا دوري ممتاز بالعراق، كابتن مدربين اكثر من عاديين. شوف ما دام هاي الصراحه خلينا نتحدث يعني وبدون زعل، اليوم بين او اكو بالرياضه ممرن ومدرب، وبينوا انه مدربين هم ممرنين وليس مدربين. هاي موجوده استاذ نبيل، هاي موجوده من وقتنا، يعني من وقتنا كثير من المدربين هم يعني مدربين لا يقرؤون مباراه كره القدم، لا يعرفون اختيار اللاعبين. هو المدرب، الفرق بين الممرن والمدرب العام والمدير الفني هي عملية قراءة واختيار اللاعبين. المسألة التكتيكية، المسألة البدنية لها ناسها، المسألة التنظيمية داخل التمرين وداخل الملعب هاي لها ناسها، يعني لها ناس بالكادر أقصد، لكن مسألة التكتيك العام للفريق والأسلوب والغاية من المباراة
واختيار اللاعبين وتوظيفهم الصحيح وعمليه قراءه المباراه ومتغيراتها داخل المستطيل الاخضر، سواء كانت بين الشوطين او قبل المباراه، كلها شغل مدير فني. لذلك احنا جمهورنا ينصدم، يعني ذاك يوم مباراه الزوراء ناس تنتقد مدرب الجويه وناس تنتقد مدرب الزوراء حول ما صارت من تبديلات ومن كثير من الامور. ليش هاي؟ لان احنا للاسف اكو فرق لليوم احنا ما نعرفه، انه اكو مدرب يقدر يبني لك فريق على المستوى البدني، على المستوى كثير من الامور، اختيار لاعبين، ممكن حتى توقيعهم كشافين. اكو عندنا مدربين ممتازين هم كشافين للاعبين وليسوا مدربين فنيين على مستوى التكتيك العام للفريق. تمام. احنا اليوم نادر، قليلين عندنا في الدوري الممتاز مدربين، يعني يمكن على عدد اصابع الايد الواحده مدربين يقرؤون مباراه ويعطون الحلول.